هتشيب سوت للسياح، حج عمره، حجز تذاكر طيران، تاشيرات سياحيه لجميع دول العالم. ترخيص رقم 13315 فقره وزاره السياحه. معانا الاداره، معانا الاحترام، معانا الكيان، معانا الامان، معانا الاطمئنان ان انت هتطلع عمره في امان، هتطلع حج في امان، هتسافر اي مكان في العالم برضو امان. احنا اهم حاجه عندنا الثقه، يعني من غير الثقه يبقى مفيش تعامل. لكن الثقه عند الاستاذ محمد الاستاذ عاطف السيد فموجوده، وطبعا انتوا عارفين انا ما بطلعش لايفات كده وخلاص. فالراجل هيكلمنا يدينا فكره عن كل ما يخص شركه حتشبسوت للسياحه داخل مدينه السنبلاوين. احنا بنتكلم من الفرع اللي هو متواجد في مدينه السنبلاوين بالقرب من المقر الاساسي لشركه فيدافون، يعني بالبلدي كده في العماره اللي فيها حسين الباز. طبعا اللي يعرف من اهل مدينه السنبلاوين والقرى واي حاجه تخص هذه الشركه، اي حد عايز يروح يعمل عمره، يحج، يطلع سياحه، يتفسح، يطلع مثلا شهر العسل هو وعروسته، اي حد عايز يتواصل يتواصل، يجي مع الاستاذ عاطف السيد ويقول له انا من طرف الاستاذه ضحى شلبي، وهيتعمل له احلى واجب وزياده. معانا ومعاكم مستر عاطف السيد او الاستاذ عاطف السيد للسياحه. اهلا بيك ومرحب بيك وشرفتنا ونورتنا. انت اللي نورت شركه حتشبسوت للسياحه الاستاذه ضحى الاعلاميه المحترمه وبرنامج او صفحه القرار. طبعا احنا من الناس اللي متابعين معاك على طول. فشركه حتشبسوت للسياحه النهارده فرع السنبلاوين اتشرفت بوجودك داخل الفرع، ودي مش المره الاولى، انت كل سنه بتجينا بزياره ودايما متعودين على لقاءاتك الجميله، واحنا متابعين صفحتك وعارفين مدى التفاعل الجميل معاها. فالنهارده حصل لنا الشرف بوجودك داخل فرع شركه حتشبسوت للسياحه مدينه السنبلاوين. استاذ عاطف السيد، اكيد ليك نصيب الاسد في يعني في رحله الحج هذا العام. ان شاء الله احنا يمكن الشركه الوحيده هنا عندنا في مدينه السنبلاوين اللي طالعه عندنا في حجاج القرعه اللي قاعده السياحه عامله كويس الحمد لله. دول حجاج طبعا عندهم معانا، وفي ناس طلعت معانا في القرعه، والمجموعه اللي هتطلع في القرعه اللي طالعه معانا بتاع وزاره السياحه دي ان شاء الله هتسافر واحد ذو الحجه. احنا طبعا احنا كنشاط شركه حتشبسوت للسياحه احنا حج عمره حجز تذاكر طيران. ترخيصنا رقم 1315 فقره ا وزاره السياحه. الفرع اللي احنا بنتكلم فيه فرع حتشبسوت في السنبلاوين. هذا الفرع موجود النهارده من سنه 2010، يعني احنا بقالنا بالظبط كده 14 سنه في مدينه السنبلاوين. الحمد لله يتميز فرع حتشبسوت للسياحه بالمصداقيه والالتزام. حتى الناس اللي طلعت معانا عمره، يعني احنا خلصنا موسم عمره رمضان، كل المعتمرين اللي طلعت معانا راجع مبسوطه وسايبين جوازاتهم لعمره مولد النبي ورمضان السنه الجايه. نتيجه الثقه والمعامله الطيبه والالتزام معاه في البرامج، فدي ان كانت شهاده كويسه في حق شركه حتشبسوت، ودي يرجع بفضل قياده الدكتور ابراهيم الشيخ رئيس مجلس اداره الشركه. ان احنا نعلم ان شركه حتشبسوت طبعا بنشكر المهندس ابراهيم الشيخ رئيس مجلس مجموعه شركات حتشبسوت للسياحه على مستوى العالم ومستوى الجمهوريه. اتفضل. عندنا طبعا المركز الرئيسي بتاعنا 5 شارع قصر النيل في القاهره، اعلى الخطوط الجويه السعوديه، للفرع الرئيسي بتاع حتشبسوت. عندنا فرع دمياط، عندنا فرع في اسكندريه، فرع المنصوره، وفرع السنبلاوين. تمام. احنا الفرع الثاني بعد فرع القاهره، يعني احنا هنا بقى لنا الوقت 14 سنه، والحمد لله السمعه كويسه وشغالين كويس جدا، وبنتمتع بمصداقيه لدى العملاء. يمكن والله العظيم السنه دي كان عندنا معتبرين من البحيره ومن كفر الشيخ ومن القاهره ومن طنطا. الناس دي جايه بناء على السمعه اللي شافتها من شركه حتشبسوت للسياحه. استاذ عاطف، بصي يا جماعه، على المستوى الشخصي شخصيه مؤدبه جدا، شخصيه محترمه جدا، طيب جدا، في قلبه الحنيه. يا جماعه والله انا كنت مسافره مره القاهره، لقيت مستر عاطف راكب العربيه يعني اللي احنا مسافرين فيها، رايح بذات نفسه يخلص ورق الحجاج المعتمرين او الحجاج حج بيت الله، راح بذات نفسه وخلص هو التذاكر وخلص كل ما يخص كل مسافر. بجد قد كده تتعب نفسك وبتروح بنفسك، ما بيضطرش ان هو يبعت اي عامل وخلاص، اي واحد يروح يخلص. لا لا لا، احنا في حاجه ثانيه، احنا
شعار شركة حتشبسوت من سنة 2010 خدمة المعتمد والحاج شرف لحتشبسوت. ده ممكن احنا الجزء ده داخل مصر تجهيز الإدارات دي. لو شفتنا هناك بقى في السعودية واحنا بنشيل المعتمرين ونزق ونجيب وأكل وشرب، لأن شرف إن احنا نخدم المعتمد والحاج، لأن النهاردة المعتمد والحاج لما بيطلع ولاقي خدمة كويسة بيشكر ويدعي إن ربنا وفقنا. ممكن احنا عايشين بفضل دعوات الحجاج والمعتمرين هنا داخل الحرم النبوي والحرم المكي في السعوديه. طبعا ده ثقه يا جماعه، والله العظيم مشروع اعلان، اقسم بالله مشروع اعلان فعلا. الشركه دي شركه امنه جدا، ثقه، كل الخدمات بتقدمها الشركه، وكرم يعني كرم ما بعده كرم. وبعدين تعالوا بقى اقول لكم، اللي عايز يحج لازم يبقى الفندق قريب كده، ايه، من الحرم، قريب من المتجر. هو ما بياخدش فنادق بعيد، يعني مثلا ايه يقول لك انا هحج في مكان، المكان نفسه اللي هو بيت الله او يعني مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام. لا، ده الفنادق داخل يعني بالقرب من الحرم. طبعا اللي هيتكلم على النقطه دي بالذات الاستاذ عاطف. طبعا احنا اتكلمنا عن الخدمات، الفنادق اللي هي تابعه لشركه حتشبسوت. بالنسبه للحج بتاع وزاره السياحه، طبعا وزاره السياحه لها شروط ان المسافات الحجاج تكون بينها وبين الحرم 700 متر، بنلتزم باشتراطات وزاره السياحه على اساس ان دي برنامج، وفينا بيننا وبين المعتبر عقد سواء في العمر او في الحج لازم ننفذ برنامج الوزاره. طبعا احنا كشركه مرخصه وفقره الف يعني بنخاف على اسمنا، وفي نفس الوقت بنخاف على راحه المعتمر، لازم نجيب له حاجه كويسه جدا. طبعا طب انا هقطع على سيادتك، يعني ايه فقره الف؟ يعني هي رقم واحد ولا ايه؟ فقره الف عندنا شركات سياحه، فقره الف وفقره ب وش فقره دي. فقره الف اعلى شركات سياحه، ده الامتياز، ده الامتياز. وده كله بفضل جهود الدكتور غالي الشيخ اللي هو راعي سفينه شركه حتشبسوت للسياحه. تمام. والقائم الموجود بالمنصوره، وهو بسم الله ما شاء الله كان رئيس لجنه شركات السياحه في الدلتا، وبفضل مجهودات وبفضل العاملين في قطاع شركه حتشبسوت للسياحه الحمد لله لنا اسم. ولو دخلت على جوجل او على الفيس او هنا وتكتب حتشبسوت للسياحه مستحيل تلاقي حد مرة قال في شكوى في حق شركه حتشبسوت للسياحه. استاذ محمد، ايه الخدمات؟ استاذ عاطف انا اسفه، لان الاستاذ محمد السيد اخو الاستاذ عاطف، فانا بتربطني علاقه بالاستاذ محمد السيد. تحيه كبيره، تحيه كبيره جدا للاستاذ محمد السيد الاستاذ المحترم، ففي علاقه بتربطني بيك اخوه، علاقه وطيده وعلاقه وصل يعني كبيره جدا. استاذ محمد، ما هي الاشياء التي يتميز بها شركه حتشبسوت؟ وايه النشاط اللي هي بتقدمه للحجاج والمعتمرين والرحلات؟ يعني افرض العريس وعروسه جايين عايزين يطلعوا يقضوا شهر العسل، برضه تجيلكم اشخاص زي دول؟ احنا الحاجات اللي تتميز بقى شركه حتشبسوت اللي هي المصداقيه، الالتزام، خدمه المعتمد والحاج، دي الثلاث حاجات اللي بتتميز بهم شركه حتشبسوت. تمام. بالنسبه دي للسياحه الدينيه، عندنا سياحه داخليه اللي هي بتاع شرم الشيخ والغردقه، عندنا حجز برامج في شرم الشيخ ودهب، وعندنا العلمين، كل برامج السياحه الداخليه موجوده عندنا. وطبعا بنتعاون مع بعض الشركات اللي موجوده في القاهره وفي المنصوره بخصوص السياحه الدينيه. دي بخصوص وحجز السفر الطيران، عندنا هنا في مدينه السنغلوين نتميز احنا في حتشبسوت ان احنا عندنا ارخص سعر تذكره طيران، يعني العميل النهارده بيجي هو جاي عارف سعر التذكره بكام وشاف عميل بيجي يحجز عندنا اقل ما شاف التذكره واقل من اي مكان بال 50 و 100 جنيه، وبنقعد ندور للمسافر على اقل تيكت يسافر بيه، لان تحمل الاسعار والدرجات والكلام ده. وطبعا النهارده اللي جاي يحجز تذكره عاوز اقل تذكره، فان شاء الله بفضل الخدمات المتميزه في حتشبسوت ان شاء الله تلاقوا اقل الاسعار واحسن خدمات. استاذ محمد، هو استاذ عاطف هي الاوقات او الايام بتختلف عن بعضيها؟ طبعا. يعني مثلا الناس مع بعض يعني اصحاب الشركات يقول لك ايه ده الشهر الفلاني هتطلع مثلا رحله العمره ب 25، لا يعني احنا النهارده لا مثلا في الشهر، يعني بضرب مثلا في الشهر العلاني هتطلع ب 40، لا ب 30 وانت طالع، يعني احنا يعني ولا انت سعرك موحد؟ لا يعني عشان بس العملاء والمتابعين اكيد هم شايفيننا ومشاهدينا. على فكره المتابعين عندي ذكاء جدا، اذكياء جدا، وبيركزوا في كلمه في كل كلمه بقولها. اتفضل. يعني احنا النهارده في موسم الحج، اسعار التذاكر الطيران للسعوديه ذهاب وعوده غاليه جدا، يعني ممكن تخش من 20 ل 30000 حسب الميعاد وحسب نوع الطيران. اللي هو بالنسبه لايه؟ للعمره والحج. الحج عامه تذاكر الطيران حاليا في الفتره دي للسعوديه عامه غاليه نظرا للاجبار الشديد للناس اللي مسافره الحج.
نفس الاسعار بتبقى في شهر رمضان غالي. لكن بعد الحج بعد العيد مباشره يعني اللي مسافر جده التذكره ب 4 5000، انت مسافر النهارده جده التذكره من 10 ل 15000 نظرا للاقبال الشديد للناس اللي مسافرين. زي مثلا مولد النبي، عمره رمضان، عمره رجب، عمره شعبان، عمره ذي الحجه. طب ماشي هنقول لك اهو، هل يوجد علاقه بين شركه حتشبسوت وشركه ايه؟ طلبات. طلبات ايه؟ احنا طبعا بالنسبه لشركه حتشبسوت، هنا حتشبسوت دي هنا فرع لوزاره السياحه، احنا عندنا شركه طلبات الحاق العماله المصريه بالخارج، ترخيص 1418 في القاهره. ديت بتوفر فرص شباب للعمل. الشركه دي موجوده في عمارات العبور صلاح سالم، عماره 29 دور العاشر، انا رئيس مجلس ادارتها. الشركه ديت تم ترخيصها هذا العام وتم افتتاحها، وبتوفر فرص عمل للشباب اللي بيبحث عن فرص عمل. يمكن عندنا ميزه ان احنا بنسفر ناس السعوديه عقود عمل، بنسفر الامارات، بنسفر سلطنه عمان. يعني بنصح برضو كل العاملين الشباب اللي عاوز يبحث عن فرصة عمل، بلاش موضوع النت، اتوجه لأي شركة مرخصة تقدر تاخد عقد منها، زي ما بوجه برضو الناس اللي عاوزة تطلع عمرة وحج تروح لشركة سياحة مرخصة عشان تبقى بينك وبين الشركة عقد. نفس النظام بين الشركة اللي هي بتبحث عن فرص العمل، لازم تتعامل مع شركات نفسها اللي أنت عارف تتمتع بالمصداقية عشان ما تتعرضش للنصب اللي بيتم في الشباب اللي بيبحث عن فرصه. معلومه مفيده جدا، معلومه جميله، مش اي رئيس شركه سياحه يقولها. طيب نصيحه تقدمها للراغبين في اداء العمره والحج هذا العام؟ ان شاء الله طبعا موسم الحج خلاص، ان شاء الله بعد العمره بتاعت الحج ده مباشره هنبتدي في عمره المولد النبوي الشريف. اول احنا عندنا هنتحرك الراجل السعوديه 15/7/24، ودي هتبقى بسعر مرتاح جدا، فاللي عاوز يقدم فريضة العمرة يتوجه لأي شركة سياحة، ما بقولش حتشبسوت، وابعد عن المناديب وسط مصر، لأن الشركة بتخاف على اسمها، الشركة مرخصة، الرخصة بتاعتها بتتكلف ملايين، فأي خطأ وقع في الشركة بيوقف ترخيص الشركة، لكن المندوب وقع معاك في خطأ أو السمسار مش هتقدر تعمل معاه حاجة. بيحصل. فالشركات مفتوحة بينك للشركة، اسمع من الشركة أحسن ما تسمع من المندوب والسمسار. منك يا قصدي الأستاذ عاطف، منك لرئيس الشركة. يا جماعة احذروا، احذروا بعض المناديب، احذروا بعض الناس اللي بتنزل بعض القرى الأرياف وتلم الجوازات وتقول لك هنطلع، لا ده انت هتطلع في العمرة هتقعد 40 يوم و30 يوم. لا يا جماعة كل ده ساعات بيبقى كذب على فكرة، لا إلا من رحم ربي، إلا من رحم ربي، لأن فعلا الناس تتم النصب. وأنا واحدة من الناس، إن والدتي في يوم من الأيام نزل واحد سمسار وخد منها الجواز واتنصب عليها، قال لها تقعدي طول شهر رمضان، وكانت طالعه قبل رمضان تقريبا ب 10 ايام، يوم 5 رمضان كانت كاية، وكانت بصراحه كانت صدمه ليها. استاذ محمد، استاذ عاطف، نصيحه تقدمها للشباب الراغبين في للعمل بالخارج. بالنسبه للشباب الباحثين عن فرصه عمل، في اعلانات موجوده على النت، في حاجات موجوده، قبل ما اشوف حاجه على النت اتاكد من المصدر بتاع الشخص اللي نزل الاعلان، لان في اعلانات وهميه كتير وبيتسببوا في مشاكل ومصر كتير. الجا لاي شركه محترمه ذات سمعه طيبه، الشركات ديت موجوده في مصر، في بعض الشركات المحترمه جدا، في شركات محترمه جدا في المنصوره، خش شركه مرخصه وعليها ترخيص قوه عامله، عشان لو الشركه دي اخطات الدوله تعرف تجيب لك حقك منها. لكن تلجا لواحد تقعد معاه على كافتيريا تقابله على المحطه يقول لك انا عندي فرصه عمل، انا حوالي 5000، كل الكلام ده مش مظبوط. الدولة رخصت الشركات الحقيقة مالها حفاظا على الشباب وحفاظا على أموال المصريين، حتى عشان لما تاخد عقد ولو رحت بره وحصل لك أي مشكلة الدولة تقدر تساعدك عن طريق الملحق العمالي، لأن الشركات بتوثق العقود في وزارة القوى العاملة والكلام ده كله. طبعا ما بني على باطل فهو باطل. أنا إن شاء الله في هسيب لكم عنوان الشركة الأستاذ عاطف، وهسيب لكم الرقم. هو طبعا كان في حلقة امبارح، أنا ليا بس بعد إذنك حضرتك، أنا ليا طبعا، أنا من ضمن الأشاب المعجبين بحلقاتك ومسابقاتك اللي كنت بتعملها في تمايي وفي كل الكورة، متابع التوقيت الكل. كان في حلقة برنامج القرار أنت عملتها مع أستاذة اسمها شيماء، أحد السيدات اللي هي شيماء مندور، طبعا بتشتكي زوجها وعمها والكلام ده. انا قريب جدا من اعمامها وولاد اعمامها،
وعارف ان الناس ديت ناس محترمه جدا. طبعا طبعا. وما قالته الاخت اللي هي اخت شيماء غير صحيح بالمره، غير صحيح بالمره. وحضرتك يمكن انت استاذه ضحى بعد ما سجلت الحلقه وسمعتي جزء من الاطراف الثانيه تبينت الحقيقه ولا ما تبينتيش؟ تبينت طبعا. ويا جماعه برضو احنا سمعنا مختلفين، وانا اثناء الكلام على الاستاذه شيماء قلت يا جماعه حق الرد مكفول. ليه جميع؟ زي ما انا بعمل مع مع الطرف ده لابد الطرف الثاني ليه الحق واحقاقا للحق. فعلا لما جيت النهارده مخصوص من داخل شركه حتشبسوت عشان اسمع الطرف الاخر والراي والحكم للجمهور والمتابعين ايا كان، لها ما لها وعليها ما عليها. وطبعا الطرف الاخر ناس محترمه، ناس مؤدبه، تواصلوا معايا بكل ادب وكل احترام وبالراحه كده وبالذوق وبالاحترام، فهمون الموقف وقالوا لي ان يعني ايه الاخت شيماء عندها ظروف خاصه شويه ومش عيب ان هي طبعا اعتبرتني اختها وطلعت تفضفض، فمش عيب ان احنا يعني ايه نسال عن اي جمله اتقالت او كلمه اتقالت في حق ايا كان الطرف الاخر. فاحنا برضو منصه للجميع ايا كان. استاذ عاطف انت حضرتك قريب من الناس المحترمه دول اللي انت طبعا بادرت عملت مبادره. استاذه ضحى دي اختي، هم طبعا تواصلوا مع الاستاذه عاطف، استاذه ضحى اختي، وطبعا انا بفهم الموقف ومش عيب ان احنا طبعا نراجع بعض، مش عيب ان احنا نصحح لبعض، مش عيب ان احنا نقعد نقول استاذه ضحى انت غلطتي في حتتك يا استاذه ضحى، ده مش عيب يا جماعه، بس بنايب الطرفين مرضيين، صح ولا انا غلطان؟ صح، بس هو في كلام حصل يعني قالته الاستاذه شيماء غير موجود بتاتا بالمره. يمكن انت حضرتك قبل تسجيل هذا اللقاء تواصلت مع احد الاطراف ومع احد اعمامها واحد اولادها هم، وسمعت الطرف الثاني ان رفض يسجل منعا ان احنا اسره وبنت عمنا ومفيش داعي ان احنا نخش نتكلم ونرد على بعض. فهذا الكلام غير صحيح مره، وانا بشكرك على الحوار وعلى اللقاء. انا حتى الباشمهندس محمد معروف ماشي محمد، باشمهندس محمد معروف قال ان بنت عمنا انا بنت عمنا ما نقدرش ناذيها، وبعدين قال لي كلمه حلوه قوي قال لي طب ما انا عليا ماليش لازمه الكلام يعني المهم قال بس في نهايه بنت عم هعمل ايه؟ صح؟ اه صح. هو احنا طبعا المهندس محمد معروف والحاج معروف معروف في البلدين كلها وفي السنبلاوين وناس خيره وناس بتعرف ربنا، فالكلام اللي قالته ما مش هرد، احنا مش هرد عليه برضه، هي ربنا يعينها على اللي هي فيه وربنا يوفقها. وشكرا على اللقاء الجميل، وشرفت شركه حتشبسوت للسياحه، ونتمنى دايما نشوفك في الخير، ويا رب بقى السنه الجايه تكون من ضمن الافراد المعتمرين عندنا. شكرا يا استاذ ضحى، شكرا. ادعوا لي ادعوا لي، وهيكون ان شاء الله على دين الاستاذ عاطف ان شاء الله اطلع سياحه، اطلع عمره، حج، انت عليك سيد العالم، انت عليك النيه. واحنا علينا البقية. والله عليا النيه، والله واحنا علينا البقية ان شاء الله. في النهايه يا جماعه لابد ان احنا في النهايه بنرضي الاطراف سواء الطرف ايجابي سلبي. الحمد لله ان المنصه بتاعتي دي في النهايه بتنتهي بالصلح، بتنتهي بالحل ايا كان الموقف. بشكر مستر عاطف السيد رئيس مجلس اداره شركه حتشبسوت فرع مدينه السنبلاوين. الشركه نشاطها عباره عن حج عمره حجز طيران للسياحه في العالم كله. طبعا تراخيص، ترخيص موجود رقم 1315 فقره الف يعني نمبر 1 شركه حتشبسوت بجوار او بالقرب من فرع فيدافون في عماره اسمه ايه؟ حاج فاروق الباز. حاج فاروق الباز. بشكركم على حسن مشاهدتكم وعلى حسن متابعتكم، والى لقاء اخر باذن الله. اقفل بقى اطلع. هو طبعا هو بس مباشر؟ غير